فضيلة الشيخ وفقكم الله، رتب الشارع الأجر على بعض الأعمال من الثواب في الدنيا كإطالة العمر لمن وصل رحمه وحفظ المال وزيادته لمن تصدق. يقول: هل إذا عمل الشخص هذه الأعمال بقصد الحصول على الثواب في الدنيا والأجر من الله يكون ممن أراد بعمله الدنيا؟ إذا كان قصده بالعمل الدنيا فقط فلا يجوز هذا، أما إذا قصد بعمله الآخرة وما وعد الله به في الدنيا، يعني جمع بين الأمرين، إذا قصد الأمرين نفع الدنيا ونفع الآخرة فلا بأس بذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنما الممنوع إذا قصر همه على الدنيا فقط. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم.